أمر محافظ صلاح الدين تخصيص أراض سكنية للأساتذة والإداريين في جامعة تكريت وتشكيل لجنة من الزراعة والبلديات والجامعة وديوان المحافظة للمباشرة بالتنفيذ، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجامعة الدكتور وعد محمود رؤوف. وبحث المحافظ ورئيس الجامعة الوضع الإداري والخدمي في الجامعة وسبل دعم المختبرات بما يطور إمكانيات الطلبة في البحث والتحري العلمي. وأكد المحافظ دعمه المتواصل لجامعة تكريت كونها تمثل صرحا علميا كبيرا احتضن آلاف أبناء العراق وبمختلف الطوائف.